إلى إنسانية الإمام الحسين في معركة الطف. مجال انطيتهم ما جيت بيدك سيف، مجال انطيتهم ما جيت بيدك سيف، رد تدفضها بأخلاقك. وقالوا لا، تخم بقلوبهم وتنوح ما مش نور، وعليهم من جهنم صيحت حا، واشتدت وسيفك ما قسوا يعداك، بقي صد بضربهم بس كفرهم شاء، ما ادري شلون ما مر الندم بعداك، قبلك يا خصم جايب محنه ويا الله، ما ادري شلون ما مر الندم بعداك، قبلك يا خصم جايب محنه ويا، تسد اذنك وعينك من تصيب عداك، ما تقدر تشوف انسان يصرخ شايب من عدوك طاح قلبك طاح، رجعت تساعده نسيت العداوه ويا، شايب من عدوك طاح قلبك طاح، رجعت تساعده نسيت العداوه ويا، ووعدت تعالج انت جايك شتال، وزدت ائته وقلت له تحفظك الزهراء، على كل من طاح بالطف طف دمع بديت، ما شايف بشر يبكي الهلا والاعداء، الكرم ضارب براسك حتى برض الموت، مو بس بالمضايف علمتنا اياه، ما تعرف تقبح كل شي عندك ضيف، اذا امر لك سهم بالحضن تتلقاه، وورثك وزعيته وشنو ورثك كان؟ عبد الله صحيت قال برقبته هنا، زينب قال تعرف راح تقبل نار، لكن من جمرهم راح اصيح الشاه، ما وصيت قالت لا يزيد يهون، ومحمد راح اضمه بثوبه بس القاه، وحد ما امنت عد زينب بنت الدين، وحد ما طاح راسك وانت قايل لا، ربك قال يلا الجنه راح تموت، وصعدت جناح جبريل وطرت لسمائه.